المقروط نتاعنا راه من اروع ما يكون، والوصفه نعطيها لك من قلبي. شوفي ما ينحلكش في المقلة ويعطيك الكميه المعتبره في هذا لا فيديو الا كملتيه من الاول للتالي، تعرفي في الشرح كامل الاسرار نتاع هذا المقروط نتاعنا نتاع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا الوصفة نتاعنا تاع المقروط، غير تبعوها من الأول حتى التالي. عندنا 2 كيلو نتاع المقروط، بصح رايحة تعطيك كمية كبيرة. عندنا هنايا الكيلو الأول تاع المقروط اللي هو حرش، يعني يجي خشين، والكيلو الزاوج اللي هو المويا فرقيق. خلطتهم مع بعض وحطيت لافاني وحطيت ملعقة صغيرة نتاع الملح وملعقة كبيرة نتاع السكر. نخلط كامل مع بعض هاد النواشف نتاعنا مليح، والدم نتاعنا اللي هو درت السمن اليوم دوبته وبردته، هذه اهم حاجة من الاهميات اللي باش ينجح لنا المقروط نتاعنا. السمن نتاعنا شوفوا درت امبول كبيرة، عبرت هذاك السميد كامل، جاوني 3 تاع لي بول كبار بومبي معمرين تاع السميد، يعني في 2 كيلو. هذيك البول تاعي كبير، هذاك البول نفسه عمرته بالسمن وزدت له 1/2 فنجان نتاع الزيت باش كملت البول تاعي معمر تاع ليدام. خلطته هاني نبسس فيه، يعني ما نشوفوا هنايا ما ندخلوش هذاك ليدام بزاف في السميد نتاعنا، هنا غير نخلطو ندخلوه مليح، نخدموه بيدينا، ما نحكوهش، يعني ما نحكوهش باش ما يجيش مبسس فوق القانون، يعني هكذا. هنا لما يدخل هذاك ليدام كامل، هنا نزيد 3 مغارف نتاع الماكله نتاع الفارينه، هذه بالنسبه للمقروط نتاع المقله. هنا باش ما ينحللناش وباش يسعفنا كي نكونوا نخدموا فيه. هنايا انت استيوه هنايا، شوفوا هذيك التجربه نعطيوها بيدك، كي يكون يلتم في الكف نتاع يدنا صافي هذيك هي. هنايا عندي خليته 1/4 سوايع، نتوما تقدروا تخليه 4-6 سوايع ليله كامله مليحه. انا هنا كنت مزروبه به، مولاته كانت مسحقاته. شوفوا هنايا هذيك 2 كيلو نتاعنا تاع السميد اللي بسستها كامل دروك وخليتها 4 سوايع تريح، هنا قسمتها على 2 كيلو قسمتها على 2. هنا عندي هذاك الكاس راني نعبر فيه الماء وما زهر، يعني نص بنص، وماشي هذا هو الكاس اللي رايحه نكمل به، يعني رايحه نزيد هذا الكاس الاول اللي رايحه نرش بالتدريج ونخلط هذاك السميد نتاعنا بالاصابع نتاعنا. ما نعجنوش السميد نتاعنا باش ما يتعجنناش، غير نخلط. هنا الاهم نتاع المقروط تاعنا كما قلت لكم من الاسرار تاعه اللي باش ما يتفتتناش هنا في هذه المرحله هذه. هنايا شوفوا هنا راني غير نزيد، لان العجينه تاعنا تاع المقروط رايحه تجينا رطبه، نشبعوه بالماء وما زهر. الا شبعناه بالماء وما زهر تجي العجينه طريه يعني في اليد نتاعنا، هذاك هو المقروط كيجي شبع، ما راه مبسس وما تخافوش عليه، كي تزيدوا له الماء ويجي طري مع السميد نتاعنا راه يشرب، ما تخافوش عليه. شوفوا هذيك التقطيعه اللي قطعتها بيدي في الوسط، هذيك تعطيكم المنظر تاعها، يوريكم باللي العجينه طريه. شوفوا هنايا فوق الرخامه كي راني نخدم فيه، شوفوا هنا راكم تشوفوا فيه باللي طري، هنا يبان باللي طري، العجينه راها طريه مادامكم راكم تخدموا بالاصابع تاعكم، يعني غير نخدموه ما نعجنوش، هنا نخدموا فيه وهو يشرب لنا، راه يشرب ويتعلق داك العجين، يشرب ويتعلق. انا خدمته والغرس نتاعي ولا التمر نتاعي، العجينه تاع التمر هنا كنت خدمتها غير بالقرفه، درت شويه تاع القرفه ودرت شويه تاع القرنفل، ما كثرتش، وعجنته بالماء زهر، ما درت لا يدام لا والو. هنا كنت يعني ما كانش عندي الوقت، موالفه نحرب له ونوجده. شوفوا هنا الحربوش هذاك درته هنا خشين، يعني مولاته حبه الحبه تاع التمر تكون معمره يكون فيها التمر بزياده، وانتوما نقصوا ولا ديروا شويه ولا ديروا على حساب واش تحبوا التمر. هنايا حربلته ودرته فلوس. شوفوا راني نقرص هذيك العجينه، نبلع هذاك العجين تاعنا بالاصابع تاعي ونقلبها في التالي تاع الرخامه،
على ظهرها العجينة ونخدمها بيدي. هنا نخرج لها كامل الهواء، العجينة ما يبقاش فيها الهواء كامل. هنا شوفوا العجينة نعطيو لها كما تسعفنا هي حتى حنا نسعفوها في الخدمة. شوفوا نعطيو لها واحد تبريمة دوك نعطيها. شوفوا هنا كي قلبتها وراني نضرب بالكف نتاع اليد تاعي، راها طول، شوفوا راها تطوال بلا ما تتقطع لنا ولا تتشققش، يعني العجينة تقعد هي هي. ونكملوا هذيك المرحلة نتاع احنا نعاونوا العجينة وهي عاود تعاوننا في الخدمة نتاعنا. شوفوا هنا العجينة صاي راها مليحة. دوك نجيب المول تاعي ولا الطابع، عفوا الطابع. هنا كنت اول مرة ندير بها الطابع تاع الوردة، كنت شريته وغير صغير على بها اول مرة ندير به، لكن خرج روعة روعة. انا هاد لاغوسات غير هي نديرها من بكري ونقطعها حتى بالموس. والمرة هذه درتها بالمرأة اللي حبتها، جاتها شابة بزاف، درتها في العرس. واش نقول لكم أعزائي الغاليين، خوتي وخواتاتي، لا وصلتوا لهذه المرحلة هنا يا الله يخليكم، ما تخلوش عليا. نفكركم باش تشوفوا هذاك الجام ما تنسوه ليش، وكملوا لفيديو حتى التالي غير باش تعاونوني لفيديو تاعي باش يطلع. طلعوا لي لفيديو وعاودوه شحال مرة وبرتاجي، وهي إلا كان عندكم قدرتو. واش نقول لكم، واحد لي كومونتير تاني عاونوني بهم يكونوا شابين كيما نتوما، وربي يحفظكم ان شاء الله. غير كملوا معنا لا فيديو الله يخليكم. هنايا راني غير بالموس ولا بالكوبات نقص العجينه الزوائد هذوك تاع الجنب ونتحف. هي الحبه تاع المقروط تاعنا، علاش قلت لكم هذا المقروط تاع الهمه والشان، يعني الحبه المقروط تاعنا الا خدمناه نخدموه باش يجي همي، باش يجي همي. كي تحطي الحبه تاع المقروط تجي الحبه قد اختها وتجي متحوفه وتجي شابه، والمنظر كيما نقولوا بعينينا يعجبنا، ماشي غير نحطوه برك هكذاك. هذا هو الاهم نتاعي اللي نحب نخدم نتمتع كي نكون نخدم في المقروط صراحه. شوفوا هنا بالكوبات راني نخدم فيه حتى نسقم كامل العجينه تاعي ونقص بهذيك الكوبات، ومع التالي بالحبه بالحبه نتحفها هكذا. لا فينيسيون هذيك تاعها كيما تعرفوا كيما هضرنا عليها تكون هي هي. وثاني حاجه، احنا المقروط تاعنا كيما قلت لكم راه درك العجينه رطبه ما تخافوش منها، لكن حطوها خليوها تنشف. هذا هو السر الزاوج اللي باش ما يتفتت لكمش ما ينحل لكمش في المقله. هنا نخليه هنا ينشف، انتم خليوه ولا حبيتوا تقليوه تمتم يعني ما كاش مشكل، ولكن الا خليتوه صدقوني حتى ينشف كامل وقليتوه راه ما تخافوش منه، عينيكم غامضين. انا هنا الزيت نتاعي راه تسخن على يعني راه انا كيما قلت لكم راني مقلقه عليه، ما خليتوش واحد الدرجه نشف لكن ما نشفش بزاف. هنا الزيت تاعنا كي تسخن في نار قويه في الاول، وكي تسخن نقصوا لها نديروا لها كيما نقولوا النص، ما نخليوهاش ثاني عاود ناقص باش ما يجيش فاشل هكذا، ما يجيش شارب الزيت كيما نقولوا. ها هو المقروط نتاعنا كامل درته في واحد فوق الرخامه تاعي وراه ينشف. والمقله وهاد المره هذه راني درك نوريكم قليته في الشبكه، هذيك الشبكه والله غير تساعد الا كنتو يعني بغات كبيره ولا صغيره، غير ساعفوها. وانا ما نقلبوش في الشبكه، نخليها هكذاك. ندير كاسرونه على حساب الزيت باش يجي عايم فيها الحبه تاع المقروط ما تبانش فيها والشبكه، وما نقلبوش. درك تشوفوا الطريقه اللي باش قليناه. وتاني نذكركم اعزائي الغاليين خوتي خواتاتي ما تنساونيش بلي جيم باش تكملوا معنا لا فيديو حتى التالي ان شاء الله. ها هي الشبكه تاعنا، ودوك نعمرها بالمقروط الحبه قدام اختها ونحطها تنقلع. شوفوا هنايا راه نشف لي شويه، دوك ما يعذبنيش، غير نتحاولوا عليه كي نحطوه. وهنايا ها هي عفوا الزيت نتاعنا كيما قلت لكم راه سخونه، نحطوه نخليه يتقلى. غير مره مره هذيك الشبكه ندورها، غير ندور غير الشبكه هكذا صاير داير على المقله على الطاج الكاسرونه. وهنايا العسل تاعنا راه واجده، شوفوا كنت تستيت واحد الحبه الاولى كانت جاتني شابه. هنايا العسل تاعنا انا ما سخنتها ما والو، ما زدت لها والو، غير هذاك المقروط تاعنا كي يكون اللون اللي نبغيوه كيما هكذا نحطوه سخون في هذيك العسل وغير بالحبه هكذا ونخليوه يتشرب. هنا الا كنتو حابينه يتعسل بزاف يجي شارب 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 زيدي المقله على خصها كيما نقولوا. كل مقله اللي ولا شتا هي كل شبكه تحطيها طايبه فوق المقروط خلي هذا على هذا حتى تعمر لك هذيك العسل.
وعسليك بالملعقة هكذا بالحبة حتى يتشرب، وحطيه الحطان نتاعه هو السر تاني باش يشرب لك ويجيك باهي. هنايا حطيه في الصينية ولا حاجة بلا ولا حاجة وحدة فوق وحدة، ما باش الا حبيتي تزيدي له العسل من بعد غير هكذا، وصفي فوقه في واحد الصفايه وصفي فوقه العسل الا حبيتيه زايد شارب العسل بزاف. انا هنايا كان مكفي العسل اللي عسلته به الخطره الاولى. والمقروط ما تحكميش عليه في العسل كي يكون هكذا مازال سخون، ما تحكميش عليه المقروط، تحكمي عليه كي يبرد. كي يبرد يجي ملحم ويجي بريي ويجي شارب العسل من الداخل كيما هذا المقروط نتاعي. هذا كيبرد راه جا تحفه، يعني جا روعه. هذا هو المقروط نتاعنا اللي لازم تشوفيه بكامل التفاصيل تاعه يخرج لك كما هذا ان شاء الله. هذا هو المقروط نتاعنا ولا فيديو نتاعنا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. نقول لكم بالسلامة عليكم وربي يهنيكم ان شاء الله. ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير، بارطاجيو لنا الفيديو وعاونونا في الفيديو هذا باش يطلع ان شاء الله. بالسلامة عليكم.